ماذا قال مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني النهارده؟ بعد المباراه قال: المنتخب لعب بشكل رائع وكنا نستطيع ان نتعادل في الشوط الاول، والمباراه كانت تحديا قويا لنا. غيرنا اسلوب اللعب لكن كل لاعب ادى دوره بشكل جيد، وصعب تبدا مباراه بالخساره 2-0. شوط المباراه الثاني كان الريتم اقل، الايقاع يعني، واكره الخساره جدا، وفي حاله الخساره احب ان تكون الاسباب من عندي. فاهم؟ ادي اول تلميحه، يعني الاسباب مش من عندنا. اشكر اللاعبين على المباراه، والظروف كانت صعبه جدا، ولاول مره يكون هذا خط دفاع المنتخب. التلميح الثاني: منتخب تونس خصم قوي جدا ومنظم، ومعظم اللاعبين يتواجدون في اوروبا. الخصم لعب المباراه كانها نهائي وكانت في صالحنا، ولكننا لم نخوضها مثلهم. خضنا المباراة ولدينا عناصر كثيرة غير موجودة بعكس تونس، هناك لاعبون تدربوا معنا مرتين أو أربع ولم يلعبوا بشكل رسمي، ومنتخب تونس أشرك لاعبا من مانشستر يونايتد بديلا، يقصد هنا حنبعل المشبري اللي نزل حسن تماما أداء منتخب تونس وكان سببا رئيسيا في الهدف الثالث اللي قتل المباراة. أعجبت بالتزام اللاعبين في المباراة، وهناك من انتظر خسارة منتخب مصر. نقطة بقى دي حلوة قوي هنقف عندها كمان شوية، لكن قال لا يوجد بطل بيفوز بيكسب ببطولات دون التعرض للخسارة. فزنا بكل المباريات السابقة لكني لم أشعر بطعم الراحة في أي معسكر، والمضايقات لم تتوقف، وأبرزها مواعيد المباريات. هنا بقى هو بيلوم الكاف، بيلوم التعاون، بيلوم أي حاجة يعني، بس بيلوم إن المواعيد، هي فعلا المواعيد مشكلة كبيرة جدا. أفتقد للاستقرار حتى أعمل بهدوء. عندما كنت أدرب بنفيكا كان لدي لاعبون من الأرجنتين والمكسيك والبرازيل، وأحيانا كنت أعمل بخمسة أو ستة لاعبين فقط. اضطررت إلى تغيير أسلوب لعب أمام تونس بسبب غياب بعض الأوراق، ورغم الهزيمة لعبنا بشكل جيد. الخصم كان جيدا، لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ضغطنا على تونس بعد مرور عشر دقائق بعد استقبال الهدفين، وكنا قادرين على التعادل 2-2. طب قبل ما نروح لمدرب تونس كابتن جلال القدري، تصريحات فيتوريا اللي بيعبر فيها عن ضيقه الشديد دي مقلقة بالنسبة لي أنا كمان. مقلقة بالنسبة لي في مستقبل مستر روي فيتوريا. فكرة إن هو بيتكلم إن أنا كل معسكر بحس بمضايقات. فكرة إن هو بيقول إنه في ناس كانت مستنية الخسارة. ما شرحش يقصد إيه. لكنه تصريح مهم جدا الوقوف عنده. مين اللي كان مستني الخسارة؟ ممكن تكون أنت عندك تحليلك وتفسيرك كمشاهد أو كقارئ للمشهد، لكن المدير الفني بيقولها، هو حاسس أن في ناس مستنية خسارة المنتخب. عموما الكابتن ربيع ياسين هيكون معنا كمان شوية عشان النقطة دي تحديدا، مهم أن احنا نفهم ما يقصده مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا، اللي تاني بأؤكد أن رغم الخسارة اللي بتزعل زي ما هو قال، أنا ما بقبلش أبدا أن أنا أخسر، لكنها مفيدة جدا، تجربة واحتكاك مهم جدا لمنتخبنا الوطني، ولا يؤدي إلى أي شيء سلبي، هو يؤدي إلى معرفة السلبي ونشتغل عليه في الفترة اللي جاية، سواء على مستوى المضايقات أو على مستوى الأفكار الخططية أو الروح اللي ممكن يكون افتقدناها في بداية المباراة.